هل هناك تعارض بين قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء؟ وكيف نفرق بين الآية والحديث؟ لا تعارض بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولا يدي آدم ولا فخر، هذه متفقة معها. بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء ولا تفضلوني من بين الأنبياء، ودفع هذا الإشكال من الوجوه الآتية: أولا أن يقال إن الرسل لهم مرتبة، مرتبة الرسالة، وبعد ذلك يتفاضلون بأشياء أخرى، كما نقول الشهداء مثلا، الشهداء نالوا مرتبة الشهادة ولكن كان شهيد قبل أن يقتل، صالح بار بوالديه محسن إلى الناس، وشهيد كان وسطا في ذلك، شهيد كان عاقا، فحصل تفاوت في مراتب الشهداء. إن النبي قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فالرسل نالوا مرتبة الرسالة جميعا، لكن منهم أولو عزم من الرسل فاقوا بأعمال عملوها فضلا عن مرتبة الرسالة، هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. الوجه الثالث أن يقال إن النبي نهى في عن هذا القول في المواطن التي تثير عصبية واختلافات، وذلك لأن قوله لا تخيروني أو لا تخيروا بين الأنبياء متى قيل؟ قيل لما لطم مسلم يهوديا، لطم مسلم يهوديا فشكاه اليهودي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له لما لطمته؟ قال يا رسول الله قلت والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته، فقال النبي لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذا بقوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. الوجه الرابع أن يقال إن النبي قال ذلك على سبيل التواضع، والله أعلم.